المشاهدين. الجو عامل ايه اليومين دول ومستمر قد ايه في الفترة اللي جاية؟ احنا طبعا بدأنا نتأثر بموجة شديدة الحرارة بتأثر على معظم محافظات الجمهورية، بدأت بشكل تدريجي يوم الخميس الماضي وحصل ارتفاعات كبيرة في قيم درجات الحرارة اليوم كمان. العظمى على القاهرة الكبرى اليوم مسجلة 39 درجة مئوية في الظل، وده طبعا وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية ان احنا هنشهد موجة شديدة الحرارة بتأثر على معظم المحافظات مدة لا تقل عن اسبوع، يعني مكملة معانا حتى نهاية هذا الاسبوع، لأن مصادر الكتل الهوائية اللي بتأثر علينا هتستمر كتل هوائية صحراوية مرتفعة بشكل كبير في قيم درجات حرارتها، وكمان في مرتفع جوي في طبقات الجو العليا بيأثر علينا، ده بيعمل على ارتفاع قيم درجات الحرارة. الأجواء المشمسة بشكل كبير خلال فترة النهار، متوسط درجات الحرارة المتوقعة خلال هذا الأسبوع عظمى على القاهرة الكبرى هتكون ما بين 38 إلى 39 درجة مئوية، ودي تعتبر درجة الحرارة المقاسة في الظل المحسوسة اللي المواطن هيحسها نتيجة تعرضه لأشعة الشمس بشكل مباشر تتجاوز طبعا ال 40 درجة مئوية. محافظات الصعيد ما بين 43 إلى 44 درجة مئوية في الأقصر. أعلى درجة حرارة بتبقى الساعة كام؟ أعلى درجة حرارة تقريبا بنسجلها من الساعة 1 الظهر لحد الساعة 4 أو 5 العصر، الوقت ده اللي بنسجل فيه أعلى درجة حرارة على مدار اليوم كله. شدة الإشعاع الشمسي بتبقى عالية بشكل كبير، فعشان كده احنا بنقول لازم ناخد بالنا بقدر الإمكان من التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة بقدر الإمكان. لو أنا اضطريت أبقى موجود في الشارع يكون معايا حاجة تحميني من أشعة الشمس، أي غطاء للرأس، شمسية أو كاب، نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، واهمهم طبعا الميه، ازازه الميه تبقى موجوده في ايدي على مدار اليوم، لان الموجه دي موجه طويله بشكل كبير، هي مكمله معانا لحد يوم الجمعه اللي جايه. طول الموجه نفسه يخلينا احس اكتر بارتفاع قيم درجات الحراره، مهم جدا اغير درجه حراره جسمي دايما. لو انا مضطر ابقى موجود في الشارع يبقى دايما بلاش افتح اشعه الشمس فترات طويله، لان ده ممكن يسيبنا بالاجهاد الحراري. الملابس كمان تبقى على مدار هذا الاسبوع كله ملابس قطنيه فتحت اللون فضفاضه، ولازم نتابع النشره الجويه لان احنا كمان بنقول ان احنا في فصل الربيع. فصل الربيع دايما ممكن يحصل فيه تغيرات جويه في حاله الجو، ممكن يحصل تغير في قيم درجات الحراره. كمان الارتفاع ده مش بس فتره النهار، فتره الليل كمان الصغرى بعد البروده اللي كنا بنحسها الاسبوع اللي فات، البروده لا مفيش، يا ريتها ترجع البرودة. خلاص وكنا زعلانين، ايه ده درجه حراره 17 18 بالليل، دي حاجه تضايق قوي. راحت كلها الاسبوع ده، الاسبوع ده كله قيم درجات حراره صغرى ما بين 24 ل 25 درجه مئويه، ده في القاهره الكبرى. اجواء فتره الليل ما بين المعتدله الى المائله للحراره، لازم ناخد بالنا بس بقدر الامكان عشان الموجه دي تعدي بسلام على الجميع ان شاء الله. بس النوع ان شاء الله فترات المساء ساعات الليل هيكون في نشاط للرياح يلطف الاجواء بعض الشيء فتره المساء اللي هي فتره المغرب وفتره الليل باذن الله. دكتوره منار غانم بشكرك.